معنا ممثل وزارة المالية، لو تحكينا على ميزانية 2018 هذه اللي عملنا الضجة بالضبط. والله الحق بتاع ربي الميزانية بتاع 2018 كان قعدنا على هاي كرسي ومزلنا قاعدين على هاي كرسي، وقعد الشعب التونسي ما كملش حرق الكل. احنا رانا باش نحققوا اهداف الثورة، الميزانية بتاع 2018 باش نطلعوا بها الاقتصاد وباش نردوا بها الهيبة بتاع الدينار، الدينار طايح. معناتها انتم تو اخترتوا يا تطلعوا في الاقتصاد وتحسنوا الاقتصاد يا الشعب، مانيش فاهم بالضبط شنو هي المعادله نتاعكم. الحق نتاع ربي احنا رانا تحطنا في معادله صعبه صعبه جدا. انا غالب احنا يا نختاروا الشعب يا نختاروا الاقتصاد. احنا الحق نتاع ربي اخترنا الاقتصاد. ترى الشعب راه ما عندهش من هارب، الشعب ما عنده من يهرب. احنا ان شاء الله الشعب باش نمدوا له ايدينا وباش نوقفوا مع الناس اللي غرقت والحراقه، وان شاء الله باش نعاونوهم. اي نعم، باش نمدوا ايدينا للشعب، حتى الشعب ما عنده وين هارب. انا نحب نشكر الاخوان تاع البنك المركزي، اعطونا برشا تعليمات واعطونا برشا نصائح، ان شاء الله باش نحاولوا نوقفوا بالاقتصاد. الحق نتاع ربي هم تعبوا شبيك، راه بعد 15 اجتماع خرجنا بالتوصيات مهمه باش نقوموا بالدينار. تقريبا سمعنا زيادات شملت كل شيء. بلا يا زينة، ما لا تخرج الإشاعات هذه، راه ما يجيش هكا وقت حساس نمر بيه، وهذا كل مش صحيح. يعني علاش ما تذكروش الحاجات اللي ما زدناش فيها؟ احنا راه ثم حاجات ما زدناش فيها. احنا الحرقة قاعدة صوما هي ما زدناش فيها. دوم الحرقة الزتلة صوما هي النقنوق ب 2500، عندك زاد المواد الاستهلاكية ما زدناش فيها. عندك مثلا الواحد الحربوس والحنة ما زدناش فيها، البخور ما زدناش فيها، عندك اللوبيان ما زدناش فيها. راه ثم برشا حاجات ما زدناش فيها، الحلوى الحارة ما زدناش فيها. احنا حتى الدخول للمراحيض العمومية ما زدناش فيها. قاعد السم هو ما بين 300 و 500 للكبير وللصغير. ولو انه احتمال في 2019 ينزيدوا يا في الكبير يا في الصغير. معناتها ثم حاجات ما زدناش فيها، الحق بتاع ربي. سمعنا زاد ثم زيادات في الهاتف النقال، سمعنا في الانترنت زيادات في كل شيء، زاد في الاداءات. يا اخويا راهو مش صحيح، راهو مش صحيح. احنا ما زدناش في الهاتف القار، ما زدناش في الهاتف القار جمله وتفصيل. والهاتف الجوال زاد؟ والله الجات لها، ولا احنا زدنا في الدينار، في القيمه نتاع الدينار. الحق نتاع ربي راهي القيمه المضافه، جانا نبحث وجانا اللوج ونلقاها القيمه المضافه طايحه القيمه نتاعها. احنا الحق نتاع ربي تحب الحق، الشعب التونسي راه يتكلم ياسر يتكلم ياسر، والفعل يجي مرض والفعل ما سميش. يا ودي راه ساعات ما يوصل يكمل الدينار والجمله المفيده ما يقول هي وين شنو حوالي لاباس بيكش الدينار يوفي وما يكملش كلامه. احنا حبانا ندخلوه طول في الموضوع، يدخل طول يجيب الجمله المفيده. قداش قيمة الزيادات بالضبط في القيمة المضافة؟ والله قيمة الزيادات الحق نتاع ربي عندنا على الدينار 22%. قصدك معناتها وقت تصبوا ب 11% تاخذوا؟ ايه 11% ولا دينار؟ احنا عندنا 22% هذه تي في ار واضح، وعندك 14% هذه نتاع القيمة المضافة للدولة، وعندك 20% هذيك للشركة للخدمات اللي تقدم فيها. كل شيء واضح. معناتها المواطن مشتوس ل 100 فرنك يظل لي. لا 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 لا، كيف توصل ل 100 فرنك؟ المواطن يمكن توصل ل 150 170 ينجمك ساعة يقول بهم جملة مفيدة، هذا نأكده لك اللي الجملة مفيدة ينجم يقولها. وزيد هنا عندنا برومو، عندنا زاد نعطوها سواس بليش زاد باهي معناتها باهي. اسمع ان الحاجات هي رانا نظمناها. زاد سمعنا زاد في اللي زوفر والسيرفيس بتاع الهاتف. صحيح. كيفاش هذه الزيادات ولا؟ عندك يا سيدي احنا عندك السيرفيس نتاع سمعني، هذايا ناخذ عليه 18%. عندك السيرفيس نتاع كلمني، هذايا عندك زاد ناخذ عليه 12%. وعندك سيرفيس نتاع اطلبني، هذاك ناخذ عليه 10%. وعندك السيرفيس نتاع يدوخ، هذايا ناخذ عليه 60%. الحق نتاع ربي ياخذ السيرفيس يدوخ 60%. وبقدرة الله بقدرة الله الميزانية نتاع 2018 مش تجي تدوخ. سمعنا زاد زيادات باش تكون 100% في اسعار الخمور، بصراحه معناتها استياء كبير معناتها. والله موضوع مهم تطرقت له. انا بصراحه نحب نوجه تحيه لاصدقائي وزملائي السكرجيه والزبراته، انا نقول لهم راهو حاسين بكم وعارفين اللي انتم مستورة وقاعدين تهزوا في الاقتصاد،
راهو الاقتصاد كان السكرجي يبرق، راهو يبرق. انا خويا تحيه كبيره نقدمها صراحه لجماعه اللي تخدم في البيران وجماعه الحاله البيران والسكرجي الكل، راهم انتم واقفين للاقتصاد. صحيح في بالنا بكم اللي انتم متغششين منا، وزيدوا تحبوا تعملوا وقفه احتجاجيه، اما نحب نوضح لكم حاجه، راهم طرونا، راهو الحق نتاع ربي، راهم طرونا. الله غالب، ما عندناش، لو عندنا ستوكي نتاع الزطلة يلزم نخرجوه، يلزم نخرجوه. احنا ماناش بخلين بالشعب، احنا نحبوا الشعب ديما شايخ، نحبوا الشعب ديما شايخ. علاش رخصنا في كل شيء؟ احنا خويا نحبوا الشعب يشرب ديما شايخ. حتى خويا كان ما يقاش الخمر، ما يقاش الزطلة، عند الكول ليتر بدينار تندم، انت تعدي ثلاثة ايام وانت شايخ بدينار. اشرب الكول يا رسول الله، يشرب الكول. علاش تشربوش الكول؟ وزيد عاد خويا الاشاعات اللي طلعوا فيها الدولة زادت في الكمية. الدولة نقول لك انا ما زادتش في الكمية الدولة. اولا الدولة عملت اوفر لمواطنينها، كل كعبتين عليهم الكمية من الدولة بلاش، الدولة ضربت صدرها وقالت الكمية بلاش للشعب. كل كعبتين عليهم الكمية بلاش، صحن مدمس وطرف حمص، ما خلتكمش الدولة. لكن بصراحة معناتها سمعنا إترة الزيت باش تولي ب 14,000، زاد بصراحة المواطن قداش منه ياسر 14,000. والله شفناك، والله زيد شنو نقول لك، احنا راهو في الاقتصاد نتاعنا شنو نعملوا على الزيت السنين؟ الحق نتاع ربي. وديجا المواطن عنده زيت الحاكم، يطيبوا بزيت الحاكم رسول الله، على زيت الحاكم. تو ما عادش باهي زيت الحاكم. يا ودي بحاجة أخرى خويا، حتى اللي عنده شكون البر بفرنسا ولا حاجة ينجم يكلم واحد من غادي يبعث له 5 إترات زيت زيتونة وتطلع له أرخص. وقولوا برا نقولوا هنا من الديوانة نحو له إتر وصلوهش أربحة، راهو يطلع رابح. خمر كيفاش طلعوا الاقتصاد هنا؟ مش لعبة، راهو الاقتصاد مش طلعوا خدمة كبيرة راهي تستنى فين. احنا ما نحب العباد اللي حبش تصدق، احنا نقول لكم هاو خويا الشيء على عياتنا، ما نحبوش الحديث هذايا، ما نحبوه. هاو خويا الميزان التجاري، هذا الميزان التجاري، هذا الميزان التجاري اخويا، ها كل شيء على عينيكم راه باش نكونوا واضحين. ها دينار، ها للمراه تجمع في الزيتون، ها الزيتون والدينار في المراه، ها هنا الزيتون. ريتو الدينار ولا هاتوا لها راس بطل، راس بطل تم تم شيء قاعد هو نحو راس بطل، حط راس لفت. ها شنو قاعد هو نحو رجع بطل شيء قاعد هو، ها حط بطلو لفت، ها بنت اش نعم، ها بطلو لفت ما باش يطلع. هذا حاجه ملموسه تشوفها ناحيه، ها بطل بالك تقولوا يكذبوا على، ها 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 بطل، ها ها لفت. المشكله فيهاش تو، المشكله فيهاش بالضبط تو، يا المشكله فيهاش، المشكله في الميزان، الميزان مريض، ها الميزان يزدوا بهم مريض. هذا هو الميزان التجاري تجاهو، هذا هو الدينار المركب، ها بطلو لفت، ها اي زاد. لكن الزيادات هذه مش تضر المواطن، بس تزيدوا في الماء اسمعنا، بس تزيدوا في الضوء. يا دابا تجي حلالي تو كامل، تجي هاك تطلعوا تطلعوا هنا بالتيار نتركوا فيكم. اي نحي الصل، نحي الصل،